تعالى الفيديو النهارده مختلف خالص، تحدي بين الطعميه والكبسه. الكلام ده ملعب الرجاله، الرجاله من السعوديه بس. اهل السعوديه طبعا على دماغنا. انا لسه بخلصش مع عبد الله، بعد هنغلبكم النهارده، غالبينكم غالبين. النهارده هنشوف التحدي بين الطعميه وبين الكبسه، واعتقد ان مش هو ملعبكم. اكيد هنقضي عليكم فيه. لا انا مش هقعد اقول بقى خشوا مش خشوا. لا خشوا بسم الله. الحكم في النهايه ليكم يا عيني. لا تعالى بص 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 وائل، بص السحبه. الله عليك، مفيش انا مكانك. ادي لا مكانك ايه؟ خش يا ابو عبد الله يا عيني. الله ابو عبد الله يضرب ولا يبالي. الجانب المصري من اوله، هو بص قاعد يا عيني غلبان. انت بتعمل ايه؟ انت قاعد ما بتمدش ايدك. بيضرب ضربه. بقول تحدي بين الكبسه وبين الطعميه. انت قاعد بتلعب في التليفون شغل الشغل. ايجو هذه متعوب عليها. لا التأميرة في الجون هنا. هذه متعوب عليها هذه. بسم الله انا هقلكم والله. هدخل بايدي. اضرب بالخمس. بالخمسه؟ اضرب بالخمس. هدخل بايدي واضرب بالخمس. صلى على النبي عليك يا عم ايمن. لا واضح ان الطعميه هتبص هتمسح بيها الارض دلوقتي. خلاص احنا كسبنا خلاص. بسم الله. بص انا عاجبني قوي المنظر ده. بص برضو من هنا كده ابو عبد الله سحب سحبه ما شاء الله. انا مش عارف اسحبها. الدنيا ايه دايبه جدا يعني. شوف مدام في مدام في تجميره زي كده بالمندي 100 100. الله عليك ابو عبد الله. يا جدعان قلنا ده ملعب الكبسه بس برضو هنحط عليهم. عندك مشكله ابو عبد الله؟ لا ما عنديش. يلا بينا. بسم الله. جرب جرب يا بيبي. ابو حاب بقول لك تأميره. اكلها دي؟ والله بجد هذه اطعم حاجه في المندي. بالله عليك والله انا اول مره اجرب الحته دي. بقول لك دي التأميره. هذه اصل المندي. اشد يعني شد على طول مره واحده. ايه ده ايه ده؟ استنى استنى. لا اعطيك دي. ده في جوه حاجه كبيره. استنى عبد الله. دي محشي. الله 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 الله. تيس محشي حمام. ده ايه الكلام الكبير ده؟ بص الشيخ عماد ما سماش قام داخل على طول. على طول اهم حاجه حمام يا باشا عشان ما يطيرش. بس تصدق التأميره دي جامده قوي. انا في حاجه في المندي اكسبك بعدين اكلها. نكسب اول. الرجاله واخدين الموضوع بجد. قال لك لا نكسب الاول. واسامه ابو حاوه واخد الموضوع بجد برضه. انا عجبتني الحركه بتاعت الحمام اللي جوه التيس دي. تيس محشي حمام وورق عنب. التيس جاي كله. التيس جاي بقلبه بحاجته. خد ابو عبد الله ده بيقول لك القلب الطيب. لا هتجيله يا ابو عبد الله. ما شاء الله مركز، عارف هو بيبدا فين وهينتهي فين. بس المندي ما شاء الله. والله والله العظيم كني في السعوديه قاعد اكل. والله حلو. نمبر 1 تراك في مندي ابو عبد الله. والله صحيح. الله يضارب. والله مبدعين صراحه. شهاده من الرجاله السعوديين لحد ماتش شيخ المندي. قال لك المندي كان باكله في السعوديه. نكهه المندي طعمه اصيله هنا. انا هخلص عليكم دلوقتي. يا عم احنا خلصنا خلاص. استنى بقى يا عم انت كده بقى ايه؟ ندحبرها ولا كده ايه؟ كورها وزقها شويه. ايوه اهو كده. دي اطرى حته حلوه دي يعني. طب دوس سجق. انت بتخسرني في المسابقه. لا والله لا والله. دوق ابو عبد الله. حته حته حته. بسم الله. افتح بقى ابو حو. لا 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 ما قال. لا خلاص والله بجد. الله عليك الله عليك على طول. لا شوكه ولا ملعقه. والله 100 100 والله. حلو حلو الموضوع ده. وائل كلامه. ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله الف هنا. تعال افتح بقك. خلاص لا انا مش مكانك. خدها كركر هو اللي مكانك. اللي يقوم الاول خسران. انسان بيقول لك لا انا مش هقوم. لسه لسه لسه. خد يا ايمون. ايه ده مره حجمك دي؟ ادوق دي من ايد ابو عبد الله اهي. بص لحمه الظهر. ماشي انا مكانك يا ابني. هو التيس كله دايب بس هم ما شاء الله عليهم فاهمين بينقوا الحته منين ويقوموا جايبينها على طول. ملعبنا. يعني ملعبنا. ملعبنا يعني. ملعبكم بس برضه هنغلبكم. ايه المحاشي دي؟ ايه الزبعه؟ بقك. بص هنا عشان تتعلم. لحمه متحمره ومتأمره على الاخر. الرقبه. ماشي انا مكانك طبعا. لا والله بقى عيب والله. لا طب انا صدقت المره دي. تاخد حته كده من الرقبه وتنزل بقى في الطحينه. الله بايد واحده. الله اكبر. هو دايب والراجل ما شاء الله قام مديله الحته. لازم تعرف تفصل. طب حلو ورق العنب اللي جوه. على فكره جرب ورق العنب اللي جوه. سجق جامد قوي. لا ما شاء الله جميل. اكتر حاجه هي. شوف شوف التحميره. فرق مكانك طبعا واحلى منها. يلا بص شوف المندي مميز والله. والتحمير شيء ثاني. الله عليك. اللي انت بتقول التأميرة بتاعتك. تأميرة حاجة حلوة ده. الصينية دي علشان لو حد حابب يطلبها
بقتيس محشي حمام وورق عنب ومعاه كمان 2 كيلو كفته وكيلو سجق وصينيه محاشي 2 كيلو ده غير الرز معرفش وزنه قد ايه بس الموضوع يتهيأ لي يستاهل التجربه جدا وانا شاهد يستاهل التجربه جدا شيء مميز ما تهدوش يا جدعان في ايه ممكن تاخدوا حمام ما تاخد حمام ما تاخد حمام ابو عبد الله نزل التيس خلاص شايف التخصص قال لك في تيس نزل مفيش حمام خلاص والدنيا تمام لا وتيس ايه متامر خد ابو عبد الله خد يا حاج ايمن تاميره اهي بص الزبيب ده برضو لو خد شويه زبيب لو خد شويه مكسرات ومع الرز مكسرين وتقوم واخد بقى ايه كده انا هعملها لا شديده ابو عبد الله عيش الشق اللي بعمل انت عايزه بص الحرفنه ملعبنا طب تصدق بالله لا اله الا الله انا اكلت تيوس بحياتي كلها لما بنيجي نقلبه بنفضل بقى جايبين يمين في الشمال بص الكبده ومندي ادي ادي ابو عبد الله يا سلام افتح بقك يا ابني بص بقى بص الله يا عيني الحته دي تعليم السعوديين قال لك ايه تعمل كده هتلاقي الظهر ده العب حته موز الف انا الف انا ادي اول واحد من المصريين الخيخه بص قال لك انا مش قادر انا خسرت خلاص ضحكتني هاخد بس رمش بيه يعني انا يوم ما جيت استعين بمصري طلع في الاخر قالك مش قادر شيخ احمد الحمامه بص يا كريم دايبه قوي بص الموضوع ايه في السالك على الاخر يا سلام عليك تاني في المتحمر معاه لا هاكلها لك والله طب بجد يا رجاله يعني كده نقدر نقول ان عندنا مطعم مصري فعلا بقى بجد والله بيعمل شغل حلو والله صحيح ده فخر ده دي شهاده دي يا جدعان دي شهاده الحمامه دي عاملها معامله السندوتش اخش كده على طول قطم كده يلا عرمشة على قولتنا على اتفرج على صباع الكفته ده خد بالك ان الخسران هيتغرم غرامه جامده نفس صباع الكفته بص كده ما شاء الله الظهر الرجاله مطلعينه كده يا ورد ثوبان وحرفه بقى يعني حرفه ان انت ازاي تطلع حته اللحمه كده ايه سالكه اللحمه ما شاء الله عليها دايبه تماما مهلبيه فعلا لا 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 حبيبي انا بجيب جاز بس بحاول اقاوم الكبسه كسبت والطعميه تبكي في الزاويه هو التحدي كده كده ما فيهوش عدل قوي لان هم اتنين بس سعوديين واحنا كلنا ما شاء الله مصريين بس برضو ولو يعني السعوديين اخواتنا منورونا هنا في مصر حبيبي. احنا بنتشرف بيهم والناس دي بنستنى مجيتهم من السنه للسنه حبيبي هذه بلدي بكل فخر الكبسه كسبت الطعميه لا 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 يلا يا عم يلا يا عم الكبسه ما شاء الله كسبت الطعميه وباكتساح الناس دي ربنا يديها الصحه ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى ما شاء الله من التيس بص بقى بكل فخر نعلن فوز السعوديه الممثله في الاستاذ وائل العنيزي والاستاذ عبد الله الشمري والطعميه خلاص يعني خلاص انا مش هتكلم خلاص لو عايز نفس الاكل انت عارف هتعمل ايه هتيجي لحضره ماتش خمندي انا اكيد مش هقول لك يلا سلام